قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن صفحات من التاريخ مع الدكتور جمال عبد الهادي. صفحات ناصعات مشرقات مجد يروح وغيره بالمجد آت واسأل سنابك خيل عاديات والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد دجلة والفرات واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق ذكريات. صفحات 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 صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ونشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية العالمية تحت عنوان السلطان سليم الأول وتحديات العصر. وسليم الأول هو ابن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح، وقد تولى مسؤولية الدولة العثمانية في سنة 918 هجرية حتى 926 هجرية، 1512 ميلادية إلى 1520، لكنه سبق أن تحمل مسؤولية الحكم داخل الدولة العثمانية في حياة أبيه على مدار 41 سنة، وكانت له إنجازات عسكرية وإدارية وسياسية ضخمة. وقبل يعني أن نعرض للتحديات التي واجهها السلطان سليم الأول، أود أن أذكر بشيء مهم. هذه الصفحات تحكي لنا جانبا من تاريخ الأمة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية العالمية، يوم أن كنا خير أمة، كان للحق مكانة، كان للأقوال فعل، فاسألوا الترجمان. نحن نسأل الترجمان. وقبل أن نعرض للتحديات وكيف واجهها أحد السلاطين العظام رحمه الله، أود أن نذكر أن التاريخ العثماني له أهمية كبيرة، وكتب فيه علماء نمساويون وفرنسيون وأمريكيون وإنجليز،
يعني أذكر جانبا من الأسماء وجانب من المؤلفات عشان ندرك أهمية وضرورة دراسة تاريخ الدولة العثمانية، لأن دي دولة عمرت 600 سنة، 6 قرون، وامتدت حدودها السياسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا على مساحة 23 مليون كيلو متر مربع. جمعت بين في حناياها كافة أطياف الجنس البشري، عرب وأتراك وبوشناج وجنسيات مختلفة، وعاش في كان فيها أهل الإسلام والمسيحيون واليهود، كل كافة أطياف العقائد، وكانت لهم حقوق المواطنة الكاملة التي يعني كفلها لهم الإسلام في ظل الدولة العثمانية العالمية، وتحقق السلم والأمن الدوليين على مستوى كما قلنا غالب دول الأرض. الحقيقة أهم مؤلف كتب عن الدولة العثمانية رجل ألماني اسمه فون هامر، كتب تاريخ الدولة العثمانية، وهذا المؤلف ترجم إلى اللغة الفرنسية تحت الاستوار دي لاسمو دي لامبير أوتوما، يعني ما يهمناش، اللي هو تاريخ الدولة العثمانية. وأيضا كتب يعني وقال في هذا الكتاب: الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية واسعة، وهي ذات أهمية كبيرة متناهية من الناحية التاريخية، أشبه، يقول الرجل المؤرخ الألماني النمساوي، الإمبراطورية العثمانية أشبه ما تكون بمارد يقبض بأذرعه الجبارة على 3 قارات في وقت واحد، اللي هي أوروبا وآسيا وأفريقيا. ولو أنها المهم، وقال وحتى في الوقت الحالي أن الإمبراطورية العثمانية تحكم، كلام ده في سنة 1835، تحكم أقطارا تفوق سعتها ما كانت تحكمه الإمبراطورية البيزنطية في أوج عظم، يعني أكبر دولة نشأت في التاريخ، حتى الدولة البيزنطية لا ترقى إليها. واحد فرنساوي، إنشان كاتب فرنساوي يعني اسمه لا يهم كثير إخواننا المشاهدين، اسمه بيني هربان، كتب كتابا عن الإمبراطورية العثمانية، قال: تفوق قدرة تركيا اليوم سنة 1629 قدرة مجموع دول العالم أجمع. وقال أيضا: وأسس العثمانيون في آسيا وأفريقيا وأوروبا واحدة من أوسع الإمبراطوريات التي عرفها العالم. المستشرق الفرنسي واحد اسمه سوفاجي رجل فرنسي، يقول: لم يشهد التاريخ الإسلامي كيانا سياسيا قويا ومستقرا كالإمبراطورية العثمانية، لقد كانت الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الأكبر والأوسع والأكثر استقرارا، فعلا حققت السلام في ربوع صربيا وكوزوفا وبلغاريا والمجر على حدود الدولة، على حدود ألمانيا، سلام اسمه السلام، عشان كده أطلق عليها المؤرخ على ما أذكر اسم الألماني جورسيه، يعني تعبيرا سنعرض له الآن. لكن أما المستشرق الفرنساوي فقال إن الدولة الأكثر استقرارا كانت تمتلك أكبر المصادر الاقتصادية في العالم، وكان جهازها الإداري في حد ذاته بناء راسخا يخدم ويرعى مصالح الشعب العثماني. كان الأسطول العثماني، هذا المؤرخ الفرنساوي سوفاجي اللي يقول، وكان الأسطول العثماني يسيطر على كامل البحر الأبيض، وكان إسطنبول اللي هي عاصمة الدولة العثمانية العالمية تبهر أنظار السياح الأوروبيين كأكبر مركز للحضارة في العالم. يضاف إلى ذلك كله التميز المتفرد للأتراك بالطاعة والنظام لقائد الدولة الإسلامية.
ويؤكد المستشرق الألماني بابنجر يقول كانت الإمبراطورية العثمانية دولة عالمية كبرى بحق. ونفس الكلمات قالها المستشرق الفرنساوي الأكاديمية الفرنسية اسمه جروسي أكد نفس الحقيقة. في كاتب الفيلسوف الإنجليزي توينبي اللي هو كتب عن الإمبراطورية العثمانية كلاما جيدا، لكن قال كده إنه لقد أطلق المؤرخون المعاصرون على الأسلوب العثماني الذي حكم العالم لعدة قرون مصطلح اللي هو السلام العثماني أو النظام العالمي الجديد، قبل أن يوجد ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وهو لا عالمي ولا جديد المعاصر، لكن كانت الدولة العثمانية دولة بحق النظام العالمي أو السلام العالمي، لأن في ظل الدولة العثمانية نعم العالم العربي والإسلامي والتركي كل البشرية على امتلاف مللها ونحلها أمنوا فعلا، أمنوا على نسائهم وأطفالهم ومقدساتهم، وأمنت المقدسات الإسلامية في البحر الأبيض المطل على البحر الأبيض والمطل على البحر الأحمر، تحقق أمن يعني غذائي وأمن صحي وأمن تعليمي لكل، يعني الحقيقة فعلا دولة تستحق الاهتمام بها ودراستها. من أجل هذا نقوم على دراستها. الشيء الذي يلفت النظر أود أن أذكر هذه شهادة المؤرخون الغربيون، وأدعو السادة المشاهدين أن يترجموا، سأحاول أن أضع أسماء المراجع عبر إن شاء الله في رسالة أضعها لشبكة الإنترنت التابعة للقناة، المراجع الأجنبية حتى يتمكن العالم الغربي أن يقرأ باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية نموذج تطبيقي للدولة الإسلامية العالمية التي لم يكن لها لا شبيه ولا مثيل في تاريخ البشرية كله، سواء كانت الدولة الرومانية ولا الدولة اليونانية التي قادها الإسكندر الأكبر. وفي نفس الوقت لما بقول يعني تقريض للدولة العثمانية، يحزنني إن أحد أبناء هذه الأمة كان في موقع السلطة وأطلق على الدولة العثمانية، قال استعمار، يعني استعمار يعني مقنع باسم الدين. ده نتيجة الجهل، الجهل حينما يحكم الغباء وحينما يحكم الجهل استقلال، ده يقول إنه استعمار مقنع باسم الدين لأنه جاهل لم يقرأ هذه الحقيقة. فلذلك أنا أدعو إخواننا أن يقرأوا هذا التاريخ. وإحنا طبعا بباب البلاغ في كتاب كتبناه عن تاريخ الدولة العثمانية مجلدين، ونشر دار السلام عشان نوع من إيقاظه وعشان ندرك. أخطر شيء أن الإنسان لا يعرف تاريخه ولا يعرف أمته وكيف واجهت التحدي عشان نتعلم منها. أرجع مرة أخرى إلى سيرة السلطان سليمان الأول، سليم الأول ابن السلطان بايزيد الثاني. الحقيقة تولى مسؤولية الدولة التي امتدت حدودها كما قلنا في 3 قارات في ظروف غاية في الصعوبة. فالدولة الإسلامية في الأندلس وقعت في يد الصليبيين الأسبان منذ 898 هجرية، هو تولى 918، يعني كان مضى 20 سنة، وبدأت محاكم التفتيش وبدأت أكبر عملية إجرام في التاريخ اللي هو استئصال جذور مجتمع إسلامي ظل يعيش في الأندلس شبه الجزيرة الإيبانية لمدة 800 سنة. والدليل على ذلك ذهبوا إلى إسبانيا تجد ما تبقى الكنائس المساجد وقد وضعت أجراس الكنائس والصلبان في مآذنها، لكن كانت إبادة شاملة للجنس البشري على أرض الأندلس. وكانت استغاثة طبعا لأن ملايين، وما كانش يوم وليلة، عملية تحريق المسلمين وإهانة القرآن وانتهاك الأعراض والتشريد. ففي هذه الظروف تولى السلطان سليم الأول مسؤولية الدولة العثمانية العالمية. قد يسأل سائل، طب أين كان بايزيد الثاني وأين كان محمد الفاتح؟ هو بايزيد الثاني اللي هو والد سليم الأول تلقى رسالة استغاثة من المسلمين في الأندلس، وصلت الرسالة. ماذا فعل بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح؟ دول كانوا رجال، يعني
يدرك أهم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. فاستجاب السلطان بايزيد وبدأ التواصل مع أخيه السلطان قايت باي اللي هو كان سلطان الدولة المملوكية وكان مقر مصر. يعني الدولة العثمانية لم تكن، الدولة المملوكية جزء من الكيان العضوي السياسي للدولة العثمانية، ولكنها في مصر يعني التي أنا عاوز أقول الدولة المملوكية كانت حدودها السياسية تشمل ديار بكر، أعالي رافدين، جنوب شبه جزيرة الأناضول، وأيضا سوريا والبقاع لبنان والأردن وفلسطين وشبه الجزيرة العربية ومصر. هذه كانت وطرابلس الغرب دي كانت الدولة، دولة المماليك التي يعني تحملت مسؤولية الأمة الإسلامية بعد الدولة الأيوبية. يعني برحمة ربنا الأمة الإسلامية يعني ظلت تؤدي دورا عبر التاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتأهيلة عهد الخلفاء الراشدين، وتيلة عهد بني أمية، وتيلة عهد العباسيين، وحصلت المحنة اللي هو العدوان الصليبي اللي استمر 200 سنة، ولدت الأمة من جديد، وقيد الله الدولة الزنكية وبعدين الدولة الأيوبية وبعدين الدولة المملوكية، ونشأت دولة السلاجقة الأتراك، وبعدها قامت الدولة العثمانية تأسست 699 هجرية إلى 1299 هجرية، يعني حوالي 600 سنة دولة العثمانية. فكان في أخوة بين الدولة العثمانية وبين الدولة المملوكية. فبايزيد عاوز أقول يعني ما كانتش دول أقزام كدول هذه الأيام، لا، دي كانت دولة امتدت كما شاهدنا. أمة كانت حريصة على الوحدة لأن عارفة أن قوة الأمة في وحدتها، لها قيادة واحدة كان مقرها القاهرة، وكانت الدولة السلجوقية الدولة العثمانية لها قيادة واحدة. تواصل بايزيد الثاني مع السلطان بخيت باي كيف السبيل لنصرة إخواننا المسلمين في الأندلس، وبدأ التواصل، بدأت ما يشكل ما يسمى الإمداد المادي، إن بدأت السفن العثمانية تهاجم شواطئ الدولة الأندلسية ومحاولة إنقاذ من يمكن إنقاذهم من الداخل، تسرب الخيل والمعونات العسكرية للمقاومة داخل الدولة الإسلامية في الأندلس. أيضا السلطان قايد باي وجه رسالة لبابا روما وأرسله وقال له أنتوا يجب أن تضعوا في الاعتبار أن إحنا كمسلمين بنعامل المسلمين بشرع ربنا اللي علمنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنرجو أن تعاملوا إخواننا في الأندلس كما نعامل النصارى وغيرهم في بلادنا. ولكن بابا روما وحاكم الأندلس المغتصب للأندلس اللي هو فرناندو السادس وإيزابيلا رفضوا رسالة السلطان قايد باي، فما كان أنه بدأوا يعني يحاولون بذل جهد لنصرة إخواننا. يعني عاوز أقول يعني العثمانيون ودولة المماليك في مصر بقيادة قايد باي بدأوا يقدمون الدعم المادي لنصرة إخوانهم في الأندلس، يعني تجاوبوا. ولكن مع العلم أن دي ما كانش التحدي الوحيد الذي يواجه العثمانيين والمماليك، فقد كان هنالك يعني تحدي آخر، وهو أن الأسبان والبرتغال بعد نجاحهم في إسقاط الحكم، آخر حكم اللي هو مملكة غرناطة في الأندلس بعد 800 سنة، خلي بالكم يعني الحديث عن الأندلس يعني ده مش أسقط، يعني دي دولة اللي خرجت أوروبا من ظلمات النور، من ظلمات الشرك والجهل والفقر والمرض إلى نور التوحيد والعلم.
جامعات غرناطة وطليطلة وأشبيلية كل هذه جامعات أوروبا تعلمت العلوم الكونية والعلوم الطبيعية في جامعات غرناطة وغرناطة الأندلس، ولكن الوقت لا يسمح لنا الآن، سنعرض لها. لكن العجيبة أن أوروبا جازت المسلمين، يعني طيب أنتم قدر لكم أنكم تستولوا على على على, على تسقطوا الحكم الإسلامي، وتعهدتم في معاهدة الصلح مع آخر حاكم من حكام الأندلس اللي هو أبو عبد الله، الأم قالت له هو يوقع على محضر الصلح، ابكي على ملك، ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. وده نقوله لأمتنا الآن، نقول لها ابكوا على فلسطين إذا كان في بقية من حياء، ابكوا على ما يجري على فلسطين، يعني بكاء النساء لوطن لم تحفظه حفظ الرجال. كلمات أمها أم عبد الله كلمات الحقيقة من نور. فإذا أعوز أقول الشاهد، كانت المحاكم التفتيش ورد المسلمين عن دينهم وتصفية كل يعني وحرق، وحتى كمان أخذ المراجع العلوم الطبية والهندسية وترجمتها اللغة العربية وحرق المصادر الأصلية. إذن فنجاح الأسبان والبرتغال في اغتصاب الأندلس وبدء عملية التنصير والتهجير الجماعي لأهل الأندلس والقتل الجماعي، اقترنت أغرى الأوروبيون، أغرى الأسبان والبرتغال، أنهم راحوا البابا روما فقسم الكرة الأرضية قسمين، قسم للأسبان وقسم للأندلس، وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا روما في تطويق العالم الإسلامي. يعني إذا الدولة الأندلسية كانت تشكل عائقا في وجه الحركة الصليبية، لكن بمجرد استيلاء الأسبان والبرتغال على الأندلس بدأوا يهاجموا أيضا الشاطئ الأفريقي، يهاجمون تونس والجزائر والمغرب. يبقى السلطان سليم الأول جاء في وقت غير الزروة، اللي هو استيلاء النصارى الأسبان والبرتغال على الأندلس ومحاولة تصفية الحكم الإسلامي، نمرة واحد. المسألة الثانية، بدأ الهجوم على الشاطئ الأفريقي الشمالي، الدول المغرب الأفريقي. نمرة ثلاثة، خرج الأسبان والبرتغال مأذونا له من البابا في تطويق العالم الإسلامي. عشان كده لما وصل فاسكو دي جاما إلى رأس الرجاء الصالح أعلن خبرا قال الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط إلا ويختنق. الشيء الذي يلفت النظر، طب ليه توجهوا إلى رأس الرجاء الصالح؟ وهذا نتيجة الخرائط الجغرافية والمعلومات البحارة، لأن كان الذي يملك أدوات الملاحة البحرية والذي كان يملك الأساطيل المتقدمة المسلمون، فهم اعتمدوا على 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 هذه الأشياء وانطلقوا لما يسمى بالكشوف الجغرافية، وهي لم تكن كشوفا جغرافية لكنها كانت حروب صليبية تحت شعار الصليب أو المدفع. عشان نشوف الفرق بين المسلمين وبين أبناء أوروبا في الماضي والحاضر، بين الصهاينة على أرض فلسطين وبين أمتنا التي تقول لا إكراه في الدين ولا قد تبين الرشد من الغي، أمتنا التي تقول أن للإنسان حرمة وللأوطان حرمة بل وللنبات حرمة بل وللحيوان حرمة، أهدرت هذه الحرمات في ظل القوى الاستعمارية والقوى الصليبية. أنا أقول هذا نلمحه أيضا على أرض فلسطين. المهم، خرج الأسبان والبرتغال لتطويق العالم الإسلامي، وكانت هذه أخطر التحديات، لأن بدأ البرتغال يتجهون للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر علشان إيه؟ علشان يقتحموه لمهاجمة الحرمين الشريفين. والدليل على ذلك أن شريف الحجاز يقول تم القبض، كان أرسل هدية للسلطان سليم الأول، أنه تم القبض على ناس من الأروام، يسموهم الأروام اللي هم نصارى الغرب من أبناء الروم،
وقبضوا عليهم في مكة ولبسين لبس الأتراك، ولما قعدوا كشف عنهم لقوم غير مختونين، فأو قالوا نحن طلائع الجيش البرتغالي الذي يستهدف مكة والمدينة. هذا الخبر وصل إلى السلطان سليم الأول في الجبهة الشمالية. يبقى أول يعني شوف الأخطار اللي بدأت تتتابع، حملات صليبية على الدولة الإسلامية، السلطان سليم الأول تولى هذه المسؤولية في هذه الظروف. إنه كمان الأخطار بدأت تتهدد، كمان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يعني بيت المقدس في خطر، وأيضا الحرمين الشريفين في خطر. السلطان سليم الأول يعني مش يعني كانت هذه في بؤرة اهتمامه. طب فين الدولة المملوكية؟ الدولة المملوكية هنا كان قد أصابها الضعف. أما نقول الظروف التي تولى فيها السلطان سليم الأول، الدولة المملوكية بعد عهد قايد باي كان قد أصابها الضعف، وبدأ الأسبان والبرتغال يهاجمون الثغور المصرية، وكما قلنا ثغور الشمال الأفريقي، فكان يهاجمون ثغر الإسكندرية وتونس وطرابلس الغرب، وكان يهاجمون أيضا كما قلنا الثغور المطلة على البحر الأحمر. كان السلاطين كما ورد في اليوميات تاريخ هذه الفترة، كان يقولوا أنه وصل الخبر للسلطان فلان الفلاني زي برسباي أنه في الصليبيون هاجموا ثغر الإسكندرية وأسروا النساء والأطفال وأخذوا غنائم وقتلوا، ويسمع صياح النساء في المراكب ولا أحد يغيثهم. كل وبعدين يضيف في النهاية الخبر التاريخي: فتنكد السلطان أشد النكد. هو كل ما هنالك أن السلطان المملوكي صاحب الدولة، مع أن الدولة العثمانية الدولة المملوكية دي اللي منها قطز اللي كسر المغول والتتار، ومنها أيضا البربرس البندقداري اللي وصل مهاجمة الصليبيين وتصفية القواعد المغولية والتتارية، لكن تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أيام كل واحد بيأخذ له يومين، ولازم في أسباب. إيه الأسباب التي أهلتها للسقوط؟ وقبل ذلك الأسباب التي أهلتها للتمكين، عشان نعرف أن السقوط الذي وصلت إليه أمتنا الآن، لأن احنا استكملنا مؤهلات السقوط. هذا السقوط على النحو المزري الذي أصبحت الأمة خير أمة أخرجت للناس، سأحفاد محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حيال مشروع صهيو غربي يستهدف لا أقول فلسطين ولا بيت المقدس ولا غزة فحسب، ولكنه يستهدف الأوطان كلها، ما يسمى بالمشروع الصهيوني اللي هو من النيل إلى فرات، هو حكم العالم بعقيدة التوراة والتلمود، العقيدة الليبرالية من فوق جبل الهيكل. هذا وهم يعيش فيه الغرب يا الصهاينة، ومدعوم أنه زقول أمتنا وصل بها أنها تتعرض لعدوان، أوطانها في خطر وعقائدها في خطر وقدسها في خطر، بل إن العدو الآن أعد لحرب. الناس اللي بتصوروا إن المسائل إن المباحثات والمعاهدات السلام والكلام ده هتحمي الأمة، العدو استكمل لمعركة يعني من ثلاث عقود، اللي معقرها لتمزيق المنطقة العربية لمكنهم الله من ذلك، ومن أجل هذا تخلى أمامه المواقع لتصفية المقاومة عشان تحقيق المشروع الصهيوني الكبير. فأنا عاوز أقول هنا يعني إحنا أمتنا صحيح كانت في يوم خير أمة أخرجت للناس وكان لها دور فاعل وكانش أحد يجرؤ، لكن سبحان الله جاءت الأيام الآن، أمتنا الآن تعاني من ضعف شديد وفشل شديد في مواجهة هذه التحديات. وهذا الفشل الشديد دليل على ذلك إن الأمة من 93 سنة قدسها في يد الصليبيين والصهاينة، ولم تضع قدمها حتى الآن على الطريق الصريع صحيح لتحريرها ونصرتها، بل إن قطاعا من الأمة سلم للعدو الصهيوني بأنه صاحب فلسطين، بل إن قطاعا من الأمة يدعم الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
دول الغرب باستثناء تدعم العدو، إن كان الآن الوهم الذي يسيطر على أمتنا يقول المفروض الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات بينها والمبعوث الأمريكي رايح والمبعوث الأمريكي جاي وكذا وكذا، مع أن أمريكا هي التي دعمت الكيان الصهيوني وأنشأته ودعمته بالمال والسلاح، وهناك تحالفات استراتيجية لا تسمح بقيام دولة ثانية مستقلة على أرض هذا وهم يبيعون لكم الوهم. يا من تبحثون الآن على أنكم أنتم تعملوا مباحثات لسه مفاوضات مباشرة بس يسمحوا يقول لكم حدود 67، هذا وهم إنهم يبيعون لكم الوهم. نعود مرة إلى السلطان سليمان القانون سليم الأول ابن السلطان بايزيد ابن سلطان محمد الفاتح. هذا الرجل جاء في عصر بلغت يعني التحديات وأقصاها، العدوان الأسباني البرتغالي لتطويق العالم الإسلامي، العدوان الأسباني البرتغالي الذي كسر شوكة الإسلام الشوكة الدولة الإسلامية في الأندلس، وأيضا الاقتحام الأسبان والبرتغال للمدخل الجنوبي لحوض البحر المتوسط والحوض الشرقي والغربي، وأيضا الحوض الجنوبي للبحر الأبيض الأحمر وشرق أفريقيا. أضف إلى ذلك الشيء الذي يعني الشيء الذي يلفت النظر، إن أيضا كانت التحالفات التهديد الذي واجهه السلطان سليم الأول من الدولة الصفوية أو الشاه إسماعيل الصفوي اللي بدأوا يحتل، يعني كان في البرتغاليون حاولوا يعملوا تحالفات مع الصفوي، البرتغال الاحتلال الاستعمار البرتغالي والأسباني، البرتغالي بدأ يتواصل معهم علشان حرب الدولة العثمانية، وترتب على دخول البرتغال خدوا مدخل البحر الأحمر كان لهم في سواكن ومصوع، وعلى شرق أفريقيا لهم مواقع عسكرية. يعني عشان نعرف خطورة المواقع الاستراتيجية للأمة، الاستعمار البرتغالي راح واخد شرق أفريقيا، الآن من الذي يحتل أريتريا؟ 6 قواعد عسكرية صهيونية في أريتريا، ومؤامرة لفصل السودان علشان يبقى الجنوب ده تبع الكيان الصهيوني ينقل له البرنامج النووي، وعشان ما فيه من ثروات. شوف التاريخ يعيد نفسه. يعني إذن السلطان سليم الأول حس أن كون أن فيه تواجد أجنبي على شرق أفريقيا الأمة في خطر، مدخل البحر في خطر، فبدأ يعني عاوز أقول كله يعني إيه وجد، وكمان زاد الطين يعني المشكلة الخطيرة اللي هو تخابر البرتغال مع الصفويين وتجاوب الصفويين مع البرنامج البرتغالي. الشيء الأخطر الذي يعني واجهه يعني كان على السلطان سليم الأول أن يواجهه، اللي هو إن بدأ نوع من التخابر ما بين الدولة الصفوية والدولة المملوكية رغم ضعف يعني ضعفها السياسي والعسكري والاقتصادي، أن يبقى في تحالف بينهما. فحس السلطان سليم الأول أنه في خطر يتهدد وحدة العالم الإسلامي، خد يتحرر يتهدد المقدسات، فتحرك، وخاصة إلكم حركوا دينه ربه علمه سبحانه وتعالى، قال وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أعداؤكم يتحركون في كل اتجاه لحصاركم واستئصال شأفاتكم. ماذا يفعل؟ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن السلطان سليم الأول يعني كان عليه أن يواجه هذا الموقف بما يكافئه، ولذلك ترك الجبهة الشمالية اللي هي شبه جزيرة البلقان اللي هي أوروبا الشرقية، لأن كما قلنا مرة أخرى هو كان يعني في بيقود كان عنده حملات عسكرية للقضاء على التمرد، كان دايما المجر فيها تمردات، الصربيا فيها تمردات، طبعا دولة مترامية الأطراف، وفيه الطابور الخامس يلعب
ومن يسيرون الفتن الطائفية يلعبون. فكان المرحلة التي اللي هو الفترة اللي يتولى فيها المسؤولية الحكم بعد وفاة والده كان موجود في الجبهة الشمالية اللي هي أوروبا الشرقية اللي هي شبه جزيرة البلقان. سلطان سليم الأول قبل أن يتولى مسؤوليته كانت له حملة ضد الصفويين وأنزل بهم هزيمة ساحقة في موقعة جلدران، دي حاجة كسر شوكتهم. وبعد ذلك يعني أصبح توجه من لما تولى مسؤولية السلطة من إسطنبول توجه باتجاه العالم العربي، يعني اتجاه الدولة المملوكية بحدودها السياسية اللي تكلمنا فيها من قبل، الهدف تحقيق الوحدة الإسلامية تحت شعار الدولة العثمانية، التحقيق الوحدة لوحدة العالم الإسلامي. ولما أقول العالم الإسلامي مش كلام من عندياتنا، ده كانت ملكة إنجلترا إليزابيث كانت تخاطب مراد الثالث بأنه خليفة الكرة الأرضية، وتخاطب سليم وملكة فرنسا وملك فرنسا بأنه يخاطبهم خليفة الكرة الأرضية مش العالم، الكرة الأرضية يعني. كان فلذلك السلطان سليمان سليم الأول أدرك أن وحدة العالم الإسلامي فريضة شرعية وضرورة حياتية، لأن الله علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ويد الله على الجماعة، فوحدة الأمة فريضة. فنزل سليم الأول ترك الجبهة الشمالية وتوجه عبر شبه جزيرة الأناضول وشمال الشام، وصل إلى الشام إلى سوريا سبحان الله. ويعني واحد يقول طب إيه اللي خلاه يعني نزل بقوات، لأنه وصلته رسائل استغاثة، فاتني أن أذكر أنه وصلته رسالة سليم الأول استغاثة من الفقهاء والعلماء ويعني كافة أطياف القيادات في مصر والشام. هذه رسائل وجهت من قادة وزعماء والدولة المملوكية إلى السلطان سليم الأول يطلبون منه، قالوا له إحنا مهددين الخطر البرتغالي، في الخطر بتاع الشاه إسماعيل الصفوي، الخطر في الثغور، ثغورنا المطلة على البحر الأبيض والبحر الأحمر في خطر، وطلبوا منه وقالوا أن النظام الحكم المملوكي في عهد قنصوة وتومان عاجز على أن يواجه هذه الأخطار، ونحن نطلب منكم، وده حق المسلمين عليكم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنك تتوكل على الله وتأتي وكلنا صف واحد لاستقبالك لتحقيق الوحدة الإسلامية. فسبحان الله، وكانت هذه الحركة الفاعلة تحركت جيوش الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول سبحان الله. طب كان ممكن يرسل قائد بدل منه؟ لا، كل قادة الدولة العثمانية بلا استثناء، إذا استثنينا فترة الضعف اللي هي في عهد سليم الثاني وراد الثالث وغيرهم من، لكن كل سلاطين العثمان بداية بأرطغرل وعثمان وأرخان ومراد الأول وبايزيد الثاني بايزيد الأول وبعدين محمد جلبي وبعدين مراد الثاني وبعدين محمد الفاتح وبايزيد الثاني والسلطان سليم الأول وبعد كده سليمان القانوني، كلهم كانوا يقودون الجيوش في ميدان القتال لأنهم كانوا يريدون يطلبون الشهادة في مظانها. سبحان الله، دولة عالمية، وما ليه ربنا كتب لهم التمكين في الأرض؟ لأنهم كانوا يدركون أنهم ما خلقوا عبثا، خلقوا لمهمة وغاية، إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم، حتى تؤمن السابلة وتؤمن طرق الحج وطرق التجارة. يؤمنون أن الله قد ابتعث محمد صلى الله عليه وسلم
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام. فانطلقوا يؤدون أعظم ما يكون الأداء، وبنوا هذا الصرح العظيم. فالسلطان سليم الأول خرج على رأس القوات باتجاه بلاد الشام ومصر طبعا والجزيرة العربية في خط سيره. وهو في الشيء الذي يلفت النظر أنه قد خرج في شهر المحرم، وقالوا ده لها مدلول، ويدرك أنه عشان يدرك الناس الذين خرج ليتواصل معهم على تحقيق الوحدة الإسلامية للدولة العالمية، فلا يتصور أنه جاي عشان يقاتل في الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات الأرض منها 24 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهو خرج في الشهر الحرام عشان يدرك القاصي والداني أنه ما كان ينوي سفك دما ولا قتال لإخوانه، إنما هو من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتكاتف لمواجهة الأخطار التي ذكرنا منذ قليل. الشيء الذي يعني فاتني أن أذكره اللي وصل للسلطان سليم الأول من الأشياء التي هزته، أنه جات له معلومة أن اليهود بدأوا يتسللون إلى شبه جزيرة سيناء، وهو يعلم أهمية بيت المقدس ويعلها أنها دي الأرض التي بارك الله فيها العالمين، ودي أرض الإسراء والمعراج، وأن دي أرض النبوات، وهي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، وأنها أرض المحشر والمنشر، وأنها أرض التي سينزل إليه المسيح عليه السلام في آخر الزمان ليقتل الدجال ويصلي بإمامة المسلمين، وتكون خلافة على منهج النبوة. لذلك لما أدرك أن فيه اليهود بدأوا يحطوا أقدامهم على أرض غزة، على أرض أسف على أرض سيناء، وبدأوا يتحسسون الخطى إلى أرض بيت المقدس، قال هذا أمر خطير لابد من يعني معالجته. وإن كان أصدر أمرا في استوى واللحظة اللي سمع فيها الخبر ما انتظرش لما يتحرك، ممنوع منعا باتا وجود أي يهودي على أرض سيناء. اسمعوا يا أبناء الأمة، اتعلموا، ده درس بيعلمهن أبناء. أنا قلت لكم بالمحاضرة الماضية ماذا كان موقف السلطان عبد الحميد لما قال إن أرض فلسطين هي الأرض التي رواها أجدادي وآبائي بدمائهم، ولا يمكن أفرط في حبة رمل واحدة في شبر واحدة من أرض فلسطين. ده كان السلطان عبد الحميد. وقلنا موقف السلطان مراد الثالث، أصدر 3 فرمانات سلطانية لما تلقى يعني شكايات من راهبات ورهبان دير سانت كاترين يشكون فيها أن في يهود تسللوا إلى سيناء. فما كانت أصدر 3 فرمانات مراد الثالث، 3 فرمانات بإنهاء التواجد اليهودي على أرض فلسطين. إذن مرة أخرى السادة المشاهدين، هذه الأخطار والتحديات التي واجهت السلطان سليم الأول ما كانش تحتمل الانتظار، خاصة أن هناك يعني يعني يترتب الاستهانة بهذه الأخطار سيترتب عليها أضرار بالغة المدى. طبعا أنا لأن الوقت داهمنا، لكن أود أن أذكر يعني وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، لأن احنا في الحقيقة في مسيس الحاجة إلى معرفة هذه النماذج اللي بنسميها، أنا أطلق عليهم نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم الاقتدى، عشان نتعلم منهم يكون حجة على قادة أمتنا وعلى شعوبها وعلمائها. السلطان سليم الأول هو وإخوانه يعني وعلماء الأمة تحركوا بالاتجاه الصحيح، واستطاعوا الحقيقة شيء له تحقيق الوحدة الإسلامية التي تجمع المنطقة العربية بأكملها بالدولة العثمانية. الوحدة، مشروع الوحدة تحققت، وقف التقدم البرتغالي في البحر الأحمر، على طول نزلت قوات، كان فيه سليم الأول
عمل عزز الأسطول المملوكي في البحر الأحمر القاعدة في السويس، وجعل قائد للأسطول لمواجهة البرتغاليين، ده غير الأسطول لحماية البلاد الهندية أو جنوب شرق آسيا. يعني إذا وضع قوات على مدخل البحر الأحمر في اليمن وفي شرق أفريقيا، بدأ يؤمن البحر وأمن طبعا ممنوع منعا باتا دخول أي يهودية أرض سيناء، وبدأت عملية التواصل مع حركة المقاومة الشعبية البحرية التي لا ينساها التاريخ. أول حركة شعبية مقاومة بحرية ظهرت في التاريخ على يد آل بربروس. الأربع الإخوة اللي هو خضر وخير الدين وأخوه إلياس، محمد إلياس وإسحاق، أربعة. الأم التي هذه الأم اللي هي أم هؤلاء الأبطال التي ربتهم وعلمتهم وأطلقتهم لنصرة إخوانهم في أرض الأندلس. السلطان سليم الأول بدأ يتواصل مع حركة المقاومة الشعبية بقيادة البربروس لنصرة مسلمي الأندلس ومواجهة الخطر الصهيوني، الخطر الصليبي الأسباني والبرتغالي في البحر الأحمر والبحر الأبيض وفيما يسمى بالالتفاف حول القارة الأفريقية. وفي نفس الوقت كان تأمين المقدسات الإسلامية، بيت المقدس والحرمين الشريفين في القلب منها. عشان كده لما دخل السلطان، وهذا نختم به، لما دخل السلطان سليم الأول كان في مسجد حلب يحضر خطبة الجمعة، أول جمعة يصليها في الشام بعد توحيد الجبهة السورية العثمانية، خطب الخطيب خطبة باسم الملك سليم الأول ملك الحرمين الشريفين، فاستغفر سليم الأول كلمة ملك الحرمين وقال للخطيب بل قل خادم الحرمين الشريفين، ثم سجد على الأرض ومرغ جبهته في التراب ويبكي، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أوكل إليه حماية الحرمين الشريفين وفي حماية الله عز وجل وأيضا بيت المقدس. هذا هو الطريق، إعداد القوة المانعة. أمة بلا قوة لن يأبه لأحد، الأخذ بالأسباب، إعداد الأمة المجاهدة التي ضاعت يوم أن ضيعت فريات الجهاد. لقد استزلها الشرق والغرب لأنها نكصت عن القيام بفرية الجهاد التي يأمر الله بها عباده الصالحين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحا ناصعا مشرقا